النهارده كمان في ميلاد الكاتبه سهير القلماوي اللي بتعتبر واحده من ابرز الكاتبات والسياسيين البارزين في مصر، واول مراه مصريه حصلت على الدكتوراه والماجستير في الادب لاعمالها المتميزه في الادب العربي، وتم تعيينها كمان اول محاضره بتشغل هذا المنصب. محطات متعدده في حياه الكاتبه سهير القلماوي هنتعرف عليها في صباح الخير يا مصر. تحل اليوم 20 يوليو ذكرى ميلاد الكاتبة سهير القلماوي، والتي تعد من ضمن أبرز الكتاب والسياسيين البارزين في مصر. كانت الكاتبة سهير القلماوي من أول السيدات التي ارتدن جامعة القاهرة في عام 1941 لتكون أول امرأة مصرية حصلت على الدكتوراه والماجستير في الأدب لأعمالها في الأدب العربي، ليتم تعيينها كأول محاضرة تشغل هذا المنصب. قدمت الكاتبة سهير القلماوي العديد من المؤلفات الأدبية خلال مشوارها التي جعلتها سابقة لعصرها بسبب مجهوداتها الكبيرة خلال مراحل تعليمها، كما ترجمت أعمالها باللغة العربية، ومن ضمن تلك الأبحاث المرأة في الطهطاوي وأزمة الشعر. عاشت الكاتبة سهير القلماوي في القاهرة طيلة حياتها مع أسرتها التي تفتخر بتعليم إناثها، وكانت قادرة على اكتساب مهاراتها الكتابية والأدبية من خلال مكتبة والدها وقراءة كتب طه حسين ورفاعة الطهطاوي الذين شكلوا جزءاً كبيراً من شخصيتها. تتلمذت الكاتبة سهير القلماوي على أيدي الدكتور طه حسين الذي كان وقتها رئيس قسم اللغة العربية ورئيس التحرير بمجلة جامعة القاهرة، وخلال فترة دراستها كانت مذيعة لخدمة البث الإذاعي المصرية بعدما حصلت على الماجستير في الأدب، وتلقت منحة لإجراء البحوث في باريس لشهادة الدكتوراه عام 1941 بعدما انتهت من رسالة الدكتوراه لتكون أول امرأة تحصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة. ومن أهم مؤلفات الكاتبة سهير القلماوي أحاديث جدتي، ألف ليلة وليلة، أدب الخوارج، في النقد الأدبي، الشياطين تلهو، ثم غربت الشمس، المحاكاة في الأدب، العالم بين دفتي كتاب، ذكرى طه حسين. حصدت الكاتبة سهير القلماوي العديد من الجوائز وتقديرات لعملها الأدبي، وأبرزهم جائزة مجمع اللغة العربية عن ألف ليلة وليلة، جائزة الدولة التقديرية في أدب الشباب، جائزة الدولة التشجيعية لعام 1955، جائزة الدولة التقديرية في الآداب، الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1987. كما أسهمت في إقامة أول معرض دولي للكتاب بالقاهرة سنة 1969 عندما كانت تترأس المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. رحلت عن عالمنا الكاتبة سهير القلماوي في الرابع من مايو من عام 1997 عن عمر يناهز 85 عاماً.